توني كيفك؟ تمام هلا تاس حلو حبيبي مبسوط حلو مبسوط بالشمسات انا وصيفت على كل حال ولما نشوف البوسات على كل حال دغري هيك عن جد اول ما اشوف بوس وخاصه بوس حلو مثل الاوتوكار بيطلع على بالي عامل رحله هيدا هو هذا الشغل عن جد بلشنا نجيب شغل حلو يعني اول واحد حط لي اسمه على كل حال اليوم معنا نافيجو بمواصفات حلوه كثير بشكل رائع رح نحكي عنه معك أكيد. لكن بدايه خبرنا اكثر شويه هيستوري عن اوتوكار تاريخ هالشركه العريقه اليوم جورج مثل ما عم تقول شركه عريقه بتركيا من اهم الشركات المصنعه للاليات ومن اهم الشركات المصنعه للبساط 60% تقريبا ماركت شير بتركيا انتشار واسع باوروبا صار عندنا بلبنان وين ما كان عم تشوف الماركة هي مانا ماركة جديدة في كتير ناس عم يشوفوا بيقولوا أوتوكار يعني العالم هون معروف لبنان بيقول لك شو عندك أوتوكار اللي هي هاي الماركة اللي هي الأساس من وراء هالماركة هاي بيقول لك عندك أوتوكار يعني صحيح. ماركة قديمة بنفس الوقت بلش مدرسة أوتوكار كمان هي مدرسة 100% بتمشي لك للمدرسة ولكل القطاع صحيح. النقل اللي صحيح. هو نحن عم نجرب نطوره ونعطيه إيمج حلوة بلبنان من وراء هالسيارة اللي عم تكون مثل ما شايف الشكل الحلو تبعها هيدا هو الهدف هيدا اللي رح نفوت فيها على السوق تنغير المفهوم عنا كمان جانب ممتاز محل خصوصي لللوجج كله طبيعي بيساعد بشكل ممتاز رغم أنه اليوم مش الحجم الأكبر بأوتوكار عم نحكي عنه كنا أوريدي حكينا عن الحجم الأكبر بس كمان بمواصفات ممتازة جدا بداية مشاهدينا بدنا نحكي ديزاين هالأوتوكار الحلو توني يعني اكثر شيء لفتني انا هو هالميكرو يعني عم فكر نطلع نقعد فوق ونحكي دغري من دون ما كاراوكي هيدا هلا شغله ملفته جدا بهالشكل الامامي يعني عم تشوف كمان ديزاين انا حبيت اللون اللونين الجراي مع البلاك عطيه كمان طبع رياضي اذا فينا نقول لهال باص رياضي بنفس الوقت عندك الواجهه الاماميه اللي هي كمان رياضيه بامتياز عندك جريل كمان يعني كفيس له مودرن مع هالثلاث اضوية اللي عاطينه هيك اللوك الاجريسيف وشيك بنفس الوقت اللوجان عم بيكونوا فوغ لايتس الواجهه الاماميه تبعه كتير واضح انه الشخص يكون عم بيسوقه مرتاح على الوضع ومسيطر على الطريق صحيح. وعلى جوانب صحيح. الباص من جنب عم نشوف نحن اللاجج سبيس اللي هي من اكبر السبيس اللي عم تكون بهالمواصفات بهالسياره عم نشوف نحن هيدي تقريبا طولها 7 امتار و200 يعني عم بيكون ولا 27 راكب عم بتساع نعم هيدا بشكل عام حكينا ديزاين هلا بدنا نحكي انتيرير ومعنا كمان ضيوف مميزين بالداخل لناخذ اكثر من خبرتهم نضوي اكثر على الانتيرير الخاص الحلو لاوتوكار نافيجو صار وقت نشوف الداخل النافيجو من اوتوكار واكيد مع ما صاردنا الشكل الخارجي له مشاهدينا وكمان معنا ضيوف مميزين مثل العاده توني اكيد يعني مسيو عيسى موجود وايضا مسيو عوري موجود لنحكي اكثر عن هالداخل الحلو لهالبوس ومثل العاده بنقعد ورا هيك لناخذ راحتنا اكبر نحن اربع اشخاص نحن بنذكر انه مسيو عيسى ومسيو عوري عندهم النافيجو وعندهم الفيكتور يعني عندهم تقريبا تشكيله كلها من اوتوكار وموجودين معنا لحتى يكونوا عم يعطونا الشهادة اللي هي حية مثل ما بقولوا لحتى نفرجي قديش في ثقة بهالسيارة خاصة من الأونرز صحيح وعم نشوف كمان داخل مضوى مع فتحات السقف عنا كمان دائما زاز عم بيكون عريض جدا وتنتد جلاس هذا أهم شيء ما بفوت الريون بقوة ريون الشمس على الداخل بالنهار ودوبل فيتراج دوبل فيتراج كمان بيمنع نهائيا بيعزل نهائيا الصوت من برا هذا شغل اليوم كتير كتير مهمة من داخل هالنافيجو شو منضيف بعد شيء مش عقوري يعني خبرنا بعد شيء أكتر عن هالبيس الحلو النافيجو إذا بدك فينا نسميها VIP باس نعم. لأنه أول ردة فعل بتصير من الزبون بس يطلع على قلبها بتلاقي دغري بتعجب لك واو انه عم بيشوف اسم الله فرش نوعيه جيده جدا نوعيه القماش الفخامه فيها رفاهيه متامن له كل الوسائل اذا بدك اللي هو بيعوزها من ناحيه البراد الاير كونديشن الميكروفون سيستم الاكوستيك كله سوا مع الدي في دي لانه نافيجو يعني كمان صوره رائعه جدا حتى هي وماشيه العربيه بتلاقيها نعم. صوره هذا أكيد بفي لزوم نذكر أنه كل شخص عنده الاي سي تبعه الخاص عنده الضوء الخاص إذا بده يقرأ exactly. أي شيء وكمان يعني مواصفات ممتازة جدا الأغراض حتى كمان على العالي مثل الطيارة عندنا كمان كاب هولدر كل شيء موجود مسكات كمان على الجوانب
كان قاعدين برايحين شي عم يرتاح فيها جدا الزبون، وخصوصا انه بس يطلع كمان ما عنده اي باساج بقلبه بعيد يعني صحيح. وعم نحس هيدي الشغله حتى مع الكبار بالعمر، مع الصغار بالعمر، مع كل الجينيراسيون يلي عم تطلع بال. بدي اذكر بس بشغله صغيره كمان اللي هي بتلفت النظر، انه الباب من قدامه وباب من ورا لهذه السيارات هي كتير مهمه بالسوق. واليوم المواصفات الجديده مع الجديد لبناني ياخذ احد رخصه النمره الحمراء لازم يكون عنده، يكون في بابين بالبس. صحيح. نحن بالفرصة هيدي بندعي كل اللي عندهم الباصات اللي عم بيكونوا باب واحد يبلشوا يفكروا يغيروها، لأنه بعدين بتصير اتصالات، لأنه كل شيء بيرجع بيخسر من قيمته. وهلأ بفرصته يلا منتقل هلأ نرجع مشاهدينا على خارج هالبس ونتابع بقية فقراتنا من أوتوفوكس. طوني بعد ما استعرضنا اكيد كل شيء عن اوتوكار، هلا نحكي بيرفورمانس. طبيعي هيك طبع رياضي بده يكون فيه بيرفورمانس قويه. طبيعي جورج، هيدا عم بيكون الباص 4 سيلندر 4.4 لتر تيربو انتركولر، عم بيكون 140 هورس باور يورو 4 اكيد مع كامنز انجن. الانجن تبعه تورك عالي كمان بطبيعه الحال. طبيعي. بده قوه دفع كبيره. كم نيوتن متر توني؟ 450 نيوتن متر، يعني قوه التورك تبعه كثير مهمه لحتى يكون عندنا بجبلنا عم مرتاح. وهذا من الموتورات السريعه اللي بيقدر يوصل بطريقه اسرع واسرع، مثل ما كنا عم نحكي قبل بالحلقات السابقه. هلا كمان بدنا نحكي معك عن اهم شيء الديل، نعرف اليوم قد ايه بنقدر نحصل على النافيجو من اوتوكار. اليوم بعرف عاملين مهينين العمليه على كل شخص حابب يحصل على اوتوكار بطريقه انه حاسبين له اياها بالنهار. ما دفع اولى كمان واطي نوعا ما، وتقسيط مريح على 6 سنين. طبيعي سياره تكون للبزنس، الشخص عم ياخذها لحتى يشتغل، لحتى يقدر يعمل بزنس لحاله، لازم يكون في عنده اوفر مهم يكون يعني مدروس. نحن عم ندرسه عن زبوناتنا، عم وصلوا اياها بطريقه بسيطه. دفع اولى 30% على الباص، تقسيط على 6 سنين عم بيكون مع 5.5% فايده. عم بيقسط على هالباص 60,000 ليرة بالنهار، يعني بيعمل نقل بيكون طلعها والباقي عم بيكون ربح، غير انه سبت احد عم يشتغل عليها عم بيطلع كمان غير ما عدا رحلات، ما عدا كل شيء بيقدر يستعمل. مش بس هيك، نحن بنضوي انه هالجارانتي على الباص هيدا هي 3 سنين او 100,000 كيلومتر. الاهم من هيك هو الباك اب، طبعا عن بخاطر نحن موجودين اليوم عم نصور الباصات لحتى نفرجي انه في باك اب وراها. سيرفيس سنتر كبير 24/7 عن بخاطر لما تكون فاتي ببرودكت حيالا برودكت بالسوق، الساقه موجوده، خلي يكونوا مرتاحين وبس هن عليهم يسوقوا ويكونوا مطمنين بالهم. يعني درجات ناريه وسيارات واليوم اوتوكارات، شو بعد في لبعدين توني؟ بعد كل المفاجآت بنفوت بكثير اشياء. شكرا على كل حال، رح اتابع كل مفاجآتكم هالسنه باوتو فوكس دائما معنا ان بخاطر. شكرا لك توني. اكيد معكم مشاهدينا عم نختم حلقه اليوم، تابعونا هالاسبوع دائما مع ان بخاطر ويك. الى اللقاء.